انا جيت صراحه عشان في شغله يعني ضاجتني يعني بالقرارات، يعني اللي هي مالت الدراسه اول شيء كشكل الدراسه اللي راح ترجع، ما راح ترجع نفس السابق، راح ترجع بشكل يعني مو مألوف على الطلبه، يعني ساعه كل حصه ساعه، يعني قبل 45 دقيقه الحصه، الحين لا ساعه، يعني من يتحمل ساعه؟ اي طالب يتحمل ساعه؟ بعدين المسحه مالت الكورونا كل اسبوع، يعني انا مثلا موظف حكومه يعني راتبي يا دوب يعني يكفي، تخيل انت كل اسبوع اروح اسوي مسحه، قالت تتحمل التكلفه؟ ما قالوا ان على ولي الامور هم يتحملون، الله اعلم الله اعلم، اذا قالت يعني هذه شالت عنا التكلفه هذه، انا يعني حاجتي كورونا والحمد لله تعافيت يعني، فان شاء الله ما احتاج حق التطعيم يعني. ما احتاجه. الحمد لله يعني الامور ماشيه. بس قرار التطعيم اجباري هذه يا ريتنا القرار يعني يلغي. و يعني اشوف انه ما له داعي يعني.